يتلقح. تلي المرة الثانية تقيح. هذه المرة الثانية تقيح. فهمت أنا تحرمنا من العيد ومن سيد رمضان العباد ماش ماشي لبعضهم. فهمت إن شاء الله اللي جاي خير وكاو. هذه المرأة يبارك الله فيك. هي رفيق تحياتك. إيه إن شاء الله. قلت عندكم تو ما شاء الله معرسين. معرسين عن سيدي من عام 71 46 سنة. نبيه العينيه العينيه والبعد على بعضها العباد ونسكنوا بنظافه الصابون والواعي تماما ويرد بال الولي يحفظ روحه ويحفظ غيره مش يضر روحه ويضر غيره. العائله مهمه وقاعدين نحافظوا عليها الكل ما شاء الله من عام 73 الحمد لله قطعنا انا باش نلقحوا نحمي رواحنا وكاو. التلقيح مهم تو باش نحميو بعضنا والله لازم العائلة. لازم التلقيح لازم ان شاء الله ربي يشفينا ويعافينا ويحمي تونس. ذكركش بتصوير العرس هذه تصوير التلقيح اليوم؟ الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله الوقايه خير من العلاج. درينا العرس مزنا شباب ان شاء الله عايشين ما شاء الله. شحال عندكم صغيرات؟ عندنا سبعة سبعة دري كبار. شو تاكلي فيهم تو؟ ناكلوا نعمة القمح ناكلوا نعمة الشعير ناكلوا حاجة حية. أكبر حماية هو التباعد والكمامة والجيل والواحد ونحافظوا على عدم الاختلاط باش الأسرة هذه تكون لباس. نحتفلوا دائما بيوم العالمي للأسرة، يوم العالمي للطفولة، يوم العالمي للمسنين، يوم العالمي للأمهات، عديد الاحتفالات في تونس. يودينا مزيد الاحتياط لحفاظ الأسرة، حفاظ الطفل، حفاظ الأم، حفاظ الأب. وإذا كان لقح الأم والأب تبقى الأسرة متكاملة في محيطها، محيطها الصغير ومحيطها الكبير. التلقيح هو السلاح الوحيد ضد هالجائحة هذية. التلقيح راهو هو يحميك أنت في شخصك ويحمي المجموعة الوطنية. وقت اللي أنا اللقح وأنت تلقح وجاري لقح أكيد كان حق المناعة، مناعة القطيع كما يقولوها هي المناعة الجماعية.